بص انا في الجامعه دلوقتي، خليه يعمل التحاليل اللي قلت له عليها ويجي لي في اقرب وقت ممكن. مع السلامه. السلام عليكم دكتور احمد. حبيبي السلام، ازيك يا استاذ محمود؟ عامل ايه؟ الحمد لله. كنت عايز اشارك حاجه يا دكتور. اتفضل. انا جنبي اليمين ده وجعني بقالي اسبوعين اتنين، فكنت عايز اسال حضرتك هو دوت ممكن يكون حاجه خطيره ولا؟ بص انا ما اقدرش احكم على اي حاجه غير ان شاء الله كده لما تبقى تجيلي العياده عشان تطمن الدنيا تمام. طب في ناس قالت لي ان ده ممكن يكون المرض الوحش، هو ده صح؟ زي ما قلت لحضرتك لما تبقى تجيلي العياده باذن الله نطمن ان الدنيا تمام، مفيش اي مشكله باذن الله. طب ممكن حضرتك تديني نمره دكتور من اصحابك يكون متخصص في الحته ديت؟ بص انا ما اقدرش اديك رقم اي حد كده على طول غير لما ابعتك انا من عندي على اللي هو. فان شاء الله كده لما تبقى تجيلي ابعتك لدكتور متخصص وهو يظبطك باذن الله. طب ممكن اجيلك امتى؟ حضرتك تقدر. حضرتك انا عايزك في اقرب وقت ممكن. طب حضرتك فاضي النهارده بالليل؟ تمام خلاص النهارده بالليل تجيلي. خلاص تمام، اقابلك يا دكتور النهارده ان شاء الله في العياده بالليل. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعده استاذ محمود خالد. نعم اتفضل. السلام عليكم. السلام يا استاذ محمود، عامل ايه؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. حضرتك بس نبدا نرجع ورا كده شويه بيانات وناخد منك حضرتك بيانات. تمام تمام. حضرتك عندك كام سنه؟ انا عندي 60 سنه. تمام. حضرتك شغال ايه؟ انا محاسب. تمام. حضرتك بتدخن صح؟ اه انا فعلا بدخن. كل قد ايه؟ انا بدخن حوالي 10 سجارات. تمام. في اليوم؟ اه في اليوم. لا مفيش. كان حضرتك بتعاني من تعاني من اي امراض قبل كده؟ انا كنت كان عندي فيروس كده، فيروس بتاع المسكن من 5 سنين كده. تمام. حضرتك كنت بتعاني عشان في وجع عندك في جنبك اليمين صح ولا؟ بعد ما عملنا الابدومينال اكزامينيشن في الرايت هايبوكوندريال ريجن تبين انه الليفر فيها انلارجمنت وتندرنس، فطلبنا من المريض ان هو يعمل ليفر فانكشن تيست، الترا ساوند، كومبليت بلاد بيكتشر وسيرم بيلروبين. شاكين ان المريض يكون عنده فات ليفر او بوليسيستيك ليفر ديزيز او ليفر كانسر، فنركز في التحليل على السيرم بيلروبين ما يكونش عالي ولا الليفر فانكشن تيست يكون عالي، والابدومينال الترا ساوند ما يكونش فيها اي ماس او ليجن. بعد ما تم تحويل استاذ محمود من دكتور الهيباتولوجيست بتاعه وجالنا معاه نتائج التحاليل ونتائج الاشعه، تبين لنا في نتائج التحاليل ان السي بي سي تيست اللي عمله كان الهيموجلوبين كاونت فيه قليل، اللي هو كان 8 ملي جرام بير ديسيليتر، وده كان مسبب له هيموليتيك انيميا، والبليتليت كاونت عنده كان نورمال،
الانسر بيفان موست بروبابلي الالم, وكانت موجوده بالظبط في الرايت لوب اوف ذا ليفر, وحجمها كان من 3 في 4 سنتيمتر. بعد ما عرضنا قدام حضراتكم نتائج التحاليل والاشعه اللي استاذ محمود جالنا بيها, تبين لنا اننا لازم ناخد عينه من الهيباتيك فوكال ليجن اللي كانت باينه في الابدومينال التراساوند. بعد ما اخذنا العينه وفحصناها كويس جدا اكتشفنا ان هي هيباتوسيلولار كارسينوما. الهيباتوسيلولار كارسينوما في منها كذا نوع, في الترابيكولار هيباتوسيلولار كارسينوما والفايبرولاميلار هيباتوسيلولار كارسينوما والكلير سيل تايب هيباتوسيلولار كارسينوما والسودو جلاندولار هيباتوسيلولار كارسينوما. بعد ما فحصنا العينه كويس تحت الميكروسكوب تبين لنا ان السيلز كانت ويل ديفرنشيتد, وان التيومر سيلز كانت عامله ترابيكولي وكوتس وسيل ناستس, والتيومر سيلز كانت كونتيننج سيتوبلازميك بايو بيجمنت, وده هو الترابيكولي هيباتوسيلولار كارسينوما. بناء على تقارير الباثولوجي اللي هنبعتها للجراح هيكون موجه فيها الجراح ان ده نوع من انواع المالجنت سيل كانسر. انواع المالجنت سيل كانسر بتبقى لازم تشيل التيومر فيها وتشيل حواليها اريا اوف سيفتي مارجن اوف نورمال سيلز علشان نحاول على قد ما نقدر اننا نمنع انتشار الكانسر تاني او رجوعه من اول. الجريدنج هو ان انت تعرف تحت الميكروسكوب السايز والشيب والستيننج كاركترستكس بتاعه العينه اللي انت خدتها. انما بالنسبه للستيجنج هو ان انت تعرف ان السبريد بتاع الكانسر وصل لغايه فين. الرول بتاعتنا كباثولوجيست مهمه جدا في الجريدنج ومهمه جدا في الستيجنج, بس احنا في الستيجنج بنكون لينا بارت معين في الستيجنج في الـ TNM staging. الباثولوجيست بيبقى اهم رول ليهم في الـ T والN, انما بالنسبة للـ M staging بتكون وظيفة الراديولوجيست والكلينيشن. بالنسبة لوظيفة السيرجن, السيرجن بيكون عنده traditional role للسيرجيكال اكسجن, اهميته ان هو يشيل الورم ويشيل حواليه سيفتي مارجن علشان يحاول يمنع على قد بقدر المستطاع الكانسر من ان هو ينتشر اكتر او ان هو يرجع تاني. وظيفة الانكولوجيست هو ان هو يهتم ويعتمد على الراديوثيرابي والكيموثيرابي للعيان بعد ما بيتم التدخل الجراحي وبعد ما يتم شفاء العيان, ان شاء الله هو المسؤول عن متابعته.